السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض غرزة جديدة لأول مرة بالعربي إن شاء الله. زي ما انتو شايفين غرزة قلوب مجسمة بالطريقة دي، تقدري تعملي بيها بطانية بيبي بجد بتطلع تحفة في الشغل. أنا يعني يمكن كان في الحقيقة أحلى من التصوير كتير، لأنها زي ما انتو شايفين مجسمة بالشكل ده. تمام، هنبدأ مع بعض. انا استخدمت الثلاث الوان دول، هبدأ بالفاتح وبعدين البينك وبعدين الكافيه. تمام، هعمل معاكم نموذج وان شاء الله هعمل بيه بطانية معاكم من الالف للياء. وانا وقت ما هعمل بطانية ان شاء الله هنزل لكم الفيديو، بس انا هعمل لكم دلوقتي نموذج كده. هعمل عدد سلاسل اللي الطول اللي مناسب ليكي. انا عملت سلسلة اهي، انا عملت 38 سلسلة. تمام، هرتفع كل السطر الاولاني غرزة عمود بلفة، فهبدأ بسم الله كده 1 2 3 تلات سلاسل. بعتبر التلات سلاسل دول عمود بلفة، فهسيب اول 4 سلاسل 2 3 4 وادخل في الخمسة هنا كده واعمل عمود بلف. هرجع اكمل باقي السطر عمود بلفة فوق كل سلسلة. انا بشتغل في الحلقة الخلفية للسلسلة. هكمل لآخر السطر بنفس الطريقة عمود بلفة وارجع لكم تاني. انا خلصت كده السطر الاولاني كله عمود بلفة، وهرتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل وبعمل عمود بلفة في اول عمود بالشكل ده. انا بعمل الطريقة دي علشان القوس اللي بيتكون لو انا عملت 3 سلاسل ده ما يبقاش موجود، فانا بتبع الطريقة دي ان انا بعمل سلسلة واحدة وبرجع اعمل عمود بلفة وبكمل بقى. هعد 6 اعمدة 1 2 3 4 5 6. في العمود السادس بعمل 7 سلاسل، يعني هعمل 1 2 3 4 5 6 7. تمام، هعمل 7 سلاسل وارجع هسيب اول 3 سلاسل وادخل في الرابعة.
واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، هرجع اكمل منزلقة هعمل منزلقة للآخر بالشكل ده. تمام، يبقى أنا عملت 7 سلاسل ورجعت عملت سبت أول 3 سلاسل ودخلت في الرابعة عملت فيها منزلقة وكملت لحد الآخر. هلف الشغل كده وهجيب الخيط من ورا الشغل بالطريقة دي. تمام، هدخل في أول تاني سلسلة، هدخل في تاني سلسلة هعمل كده غرزة حشو واخد لفة على الإبرة وادخل في اللي بعدها واعمل نص عمود، وبعدين بعد اخد لفة على الإبرة ادخل في اللي بعدها واعمل عمود بلفة، وبعدين باخد لفتين على الإبرة وبدخل جوه الحلقة اللي اتكونت من 3 سلاسل دي. الحلقة دي هعمل فيها 4 أعمدة بلفتين، يبقى ده 1 2 3 4، وبعدين هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبدخل في نفس الحلقة بسحب منزلقة كده، هرجع اعمل 4 سلاسل، يبقى انا اتكون قدامي ايه، نص القلب اهو. هرجع اكرر من الناحية التانية، فهعمل 4 سلاسل، يعني هكرر نفس الشغل بس بالمقلوب. يعني انا بادئه هنا بالغرزة الحشو، انا هبدأ هنا بال4 سلاسل انا منتهية بيهم، هبدأ بيهم يبقى 4 سلاسل، وبعدين 4 غرزة عمود بلفتين في نفس الحلقة، 1 2 3 4، بعدين هاخد لفة على الإبرة وادخل في اللي بعدها على طول واعمل عمود بلفة، وبعدين في اللي بعدها هعمل نص عمود وبعدين غرزة حشو هدخل على أول سلسلة هنا. بصوا يعني أنا كده خلصت القلب اهو، بس هدخل على أول سلسلة كده هنا وهدخل جواها كده. هما السلسلة دي فيها 2 حلقة، فهدخل في الحلقة الأخيرة دي كده وهسحب الخيط منزلقة بالشكل ده عشان نقفل القلب. تمام، طيب انا دلوقتي قفلت القلب، هدخل في الحلقة دي كده، ادخل هنا واسحب الخيط منزلقة بالشكل ده، وبعدين هكمل بعد الأعمدة دي هعمل أعمدة برضو 13 عمود بلفة، 1 2 3
أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلتاشر، بالشكل ده. في التلتاشر هبدأ قلب جديد بنفس الطريقة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة سلاسل زي ما اتفقنا، هسيب اول ثلاث سلاسل وبدخل في الرابعة وبعمل منزلقة كده، وهكمل تاني منزلقة، ثلاثة، أربعة، كون عندي أربعة منزلقة بالشكل ده. وبعدين هلف الشغل وهجيب الخيط من ورا كده، وهدخل في تاني، يعني في التاني اهي سلسلة عندي هدخل فيها واعمل غرزة حشو، وهاجي اخد لفة على الابرة وفيها هدخل في اللي بعدها واعمل نص عمود، وبعدين اخد لفة على الابرة وفي اللي بعدها وادخل اعمل عمود بلفة، واخد لفتين على الابرة وهعمل في الفراغ ده اربع اعمدة بلفتين، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. طيب أنا دلوقتي هعمل أربع سلاسل علشان أدخل جوه الدايرة دي، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، بدخل جوه الفراغ ده كده وبسحب منزلقة، وارجع اكرر نفس نص القلب ده واكرره الناحية التانية، يعني اربع سلاسل تاني، واخد لفتين على الابرة واعمل جوه الدايرة دي اربع اعمدة بلفتين، كده ثلاثة، أربعة، هاجي اخد لفة على الابرة وادخل في اللي بعدها واعمل عمود بلفة، وفي اللي بعدها واعمل عمود نص عمود، في اللي بعدها نص عمود، وبعدين غرزة حشو. انا كده القلب اتكون عندي، بس عشان اقفله بدخل في السلسلة دي الناحية التانية للقلب، يبقى اعمل منزلقة كده، وبعدين بدخل هنا كده وبسحب واعمل منزلقة، هرجع اكمل، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلتاشر،
وهعمل في 13 قلب تاني بنفس الطريقة. 1 2 3 4 5 6 7 سبع سلاسل. بسيب اول تلات، بسيب اول اتنين وبدخل في التالتة بغرزة منزلقة، وبعدين تاني منزلقة، تلاتة اربعة منزلقة كده. برجع الف الشغل وبجيب الخيط من ورا كده، تمام، بدخل في اول تاني اهي، تاني غرزة عندي اهي، وبعمل فيها غرزة حشو، وارجع اعمل بعدها نص عمود. وبعدين عمود بلفة جوه الفراغ، بعمل 4 أعمدة بلفتين، أربع سلاسل، بدخل في الفراغ واعمل منزلقة، وبعدين برجع اعمل 4 سلاسل، واخد لفتين على الابرة، ادخل في نفس المكان واعمل عمود بلفتين. انا سرعت ايدي شوية علشان بس هو تكرر لنفس الكلام. وفي اللي بعدها واعمل عمود بلفة، وبعدين نص عمود، بعدين غرزة حشو، في السلسلة اللي هي الناحية اللي هناك دي، وبعمل منزلقة كده، وارجع ادخل في الجزئية دي كده، وبسحب منزلقة بالشكل ده. هرجع اعمل 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 بالطريقة دي. كون عندي القلوب بالطريقة دي او بالشكل ده. انا عايزة اللون، اللون هيتغير طبعا، ممكن استغنى عن الصف الاولاني ده لو انا يعني مش محتاجة، مش مشكلة، بس انا عملته علشان لما برضو اجي انهي من فوق هعمل صف برضو. انا دلوقتي هتفق بلون تاني، هعمل سلسلة والف الشغل واعمل عمود بلفه، 1 2 3 4 5 احنا اهم حاجة ناخد بالنا ان ما نزودش في عدد الاعمدة، تبقى عدد الاعمدة مظبوط علشان يفضل الشغل ماشي مظبوط معايا. تمام، انا هاجي من ورا كده القلب،
وهعمل أعمدة. يبقى الصف ده كله هيبقى أعمدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. من غير ما اعمل اي حاجة، هو فقط اعمدة. بكمل بنفس الطريقة لآخر السطر وهرجع لكم تاني. وسط السطر اهو، هبدأ في السطر اللي بعده. هعمل سلسلة وارجع الف الشغل. هعمل في اول عمود بلفة، عمود بلفة، في السادس، في السطر السادس هدخل في الجزئية دي كده، دي كده، واسحب الخيط منزلقة بالشكل ده، وارجع اخد لفة على الإبرة واكمل سلاسل عمدة عادي فوق كل عمود بلفة. بالشكل ده شايفين القلب متماسك ازاي؟ انا مسكته من هنا كده زي ما انتوا شايفين، تمام. ايه انا هكمل، ايه انا كده عملت سلاسل لحد ما اوصل لنص، يعني دول 13 عمود. متأكد 13، المفروض هنا 6 وهنا 6 وفي السابع هعمل، يعني انا هقسمهم، هسيب 6 أعمدة والسابع هو اللي هعمل فيه القلب باللون الفوشيا. انا هعمل ما بين كل قلبين قلب تاني هنا بلون تاني، تمام. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. هسيب اول 3 سلاسل وبدخل في الرابعة وبسحب منزلقة، وارجع زي ما عملنا قبل كده، الف الشغل واجيب الخيط من تحت كده وبدخل في تاني سلسلة عندي واعمل غرزة حشو، وبعدين في التانية واعمل نص عمود. طبعا لو في حد مبتدئ لسه بتفرج، تقدروا تشوفوا الغرز الأساسية، الحشو والنص عمود والعمود بلفة، وبرضو حتى البداية خالص أساسيات الكروشيه كلها أنا منزلة ليها فيديوهات. تالت حاجة عمود بلفة، وهدخل بقى في الفراغ ده أعمل 4 أعمدة بلفتين. ده 1،2، 3،
أربعة، وبعدين أربع سلاسل، هدخل في نفس الفراغ واسحب منزلقة، وبعدين بعمل أربع سلاسل تاني وأكرر نفس نص القلب ده تاني، واحد اتنين تلاتة أربع سلاسل، وأخد لفتين على الإبرة وأدخل في نفس الفراغ وأعمل أربعة عمود بلفتين، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، وبعدين في السلسلة اللي بعدها بعمل عمود بلفة، وبعدين نص عمود وبعدين غرزة حشو، هدخل في السلسلة الناحية التانية دي وبسحب كده وبعمل منزلقة، وادخل برضو في هنا واعمل منزلقة، هرجع اكمل نفس الشغل، اعمدة فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، زي ما قلت لك انا جيت خلاص ليه. يعني ممكن نعد هنا ستة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، اهو هدخل بقى في الجزئية دي هنا، اهي وبسحب منزلقة منها، بالشكل ده تمام، وبعدين بكمل أعمدة عادي جدا كده، نكمل أعمدة لحد ما نوصل برضو نعد ستة، والسابع هعمل فيه عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، والعمود السابع ده هكرر فيه نفس القلب اللي عملناه قبل كده، اللي هو البامبا ده او البنك ده، هكرره تاني، وبعدين هرجع اقفل بنفس الطريقة القلب برضو من الخلف كده من هنا، وهرجع لكم تاني. انا كده اشتغلت جزئية كمان علشان تبان الرسمة اكتر معاكم، استخدمت اللون الكافيه ده وبدأت أعيد نفس الألوان تاني أكررها بالطريقة دي. طبعا كل ما بتزودي في الطول والعرض الرسمة بتبقى أكبر وبتبقى شكلها أحلى وبتبان زي ما انتوا شايفين، شكلها حلو قوي، والقلوب بتبقى طايرة كده على الشغل، شكلها حلو قوي. يا رب تكون الغرزة عجبتكو، وان شاء الله انتظروا مني جديد كل مرة. غرز تركي مميزة لأول مرة تلاقوها على القنوات العربية المترجمة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا شير للفيديو علشان يوصل الناس اكتر.